Mais c'est un trend qui marche. Il faut tirer le maximum, c'est le pays, il faut donner les sacrifices. Bien sûr, le Maghreb, alhamdoulilah, au niveau de la CAF, valeur sûre. Akher Hajar, tu vois, symposium. Rien, sur les compétitions internationales. Rien, diront. Parce que, en Amman, ça, le waqa'i, en 2015, les pays donnent la Coupe d'Afrique. ظلما وعدوانا 2015 تحد من تعرف الخبايا نتاع داك الطاس ودعيتهم للطاس وأول مرة في التاريخ لاكاف جامعة دعي لاكاف الطاس وربحناهم إلى غير ذلك. أعتقد بأن المغرب لو سول موان باش يرجع خصو يرجع لي كومبيتيسيون أفريكان خصهم يدارو إي سا سخي أونكور أفيك بوكو دو سافور. إلا حيدنا الكاميرون لأن الكاميرون هو اللي حيدو عندنا في 2015 سي اون بيل ريفونش لوجيك هيستوريك